رمضان كريم على الناس اللي ما سمعوش مني، ونتمنى هذه الايام اللي بقات في الشهر الفاضل تدوز عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وبراحه البال وبكاع الاشياء الجميله. صراحه ما عنديش روتين معين في رمضان، كنحاول نفيق بكري واخا انا كيعجبني النعس، كنحاول نفيق قبل الظهر، كنديروا ما تيسر من الواجب الديني ونزوروا الحباب ونشوفوا الاشياء اللي كدار وسط النهار وصافي. يعني ما كاينش حاجه تري تري سبيسيال في كنديرها زعما كروتين. دو فويس كانت واحد التجربه عطاتني بزاف، عطاتني بزاف واستفدت منها بزاف، وخديت منها الناس كيبغوني بزاف وتيقدروني وكيحترموني وكيتيقوا في موهبتي. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك على دو فويس. ابار طرب ما كندير والو، ابار طرب انا مطرب بس ندير حتى ما عندي حتى شي حرفه اخرى، كنغني والطرب كنغني الطرب وكنغني ما تيسر من الاشكال الغنائيه الاخرى. الجديد هو اغنيه عربيه زوينه بزاف غتنزل من وراء الشهر الفاضل، وموراها ان شاء الله كاينه اغنيتي اللي غتكون مغربيه، ونتمنى انا جوج اغاني تلاقي استحسان الجمهور العربي والمغربي. التمثيل كيعجبني ولكن مازال صراحه مازال ما نبغيش دابا لانه مازال ما نزلوش الاعمال، حتى ينزلوا الاعمال ديالي ان شاء الله ويلاقيوا النجاح اللي انا شفتهم تخيلتهم تنجحوا به، وان شاء الله نشوف التمثيل لانه كيعجبني. يقدر يكون نقدر نكون قبيح، نقدر نكون ظريف الدور ما عرفتش، على حسب السيناريو، حيت انا كيعجبني التمثيل نقدر جو بونس نقدر ندير اكثر من دور، خصني غير نكتشف. شكرا على حسن التتبع، شكرا على الصبر ديالكم، شكرا على الكلمه الجميله، وكنتمنى انه دائما نكون عند حسن ظنكم. لنا ملقى ان شاء الله من بعد الشهر الفاضل بواحد العمل زوين بزاف غيلاقي استحسانكم ان شاء الله. شكرا.